عندي سؤال متعلق بالنقطة المرتبطة بإحداث خط سكاكي غير مر من منطقة صناعية، وكاين توصية أنا ربما يكون حتى في مدينة تطوان أو مدينة العرائش. توضحات على هذه النقطة كيفاش غتكون؟ واش كاين مستقبلا ربما يعني في القريب العاجل يكون خط سكاكي في هذه المناطق؟ بالنسبة للسكك الحديدية فأعتقد بأن يمكن ماشي مفهوم اليوم بغينا، كاين إشكالية حقيقية كتعيشها مدينة طنجة ديال الاقتصاد وديال الموبيليتي. الموبيليتي هي السير والجولان. فهناك دراسات اللي هي غتخرج للوجود مع المقاريب ان شاء الله. فكيفاش بغينا حنا كجهه شفنا منذ كاين هناك منطقه صناعيه طنجيتك اللي الموقع ديالها انتم عارفين فين، فاستغنينا واحد الفرصه اللي مهمه. اليوم السكه الحديديه القديمه اللي كاينه ما بين المغوغه اللي كتمشي المغوغه للدار البيضاء ماشي تي جي في، قلنا علاش حنا نعملوا واحد الدراسه وان شاء الله باش نفعلوا ديك السكه ديك نفس السكه ونعملوا بعد لي زاري يعني محطات واللي نشوفوها هي دراسه اللي غنعملوها ان شاء الله باش اوم ديك الاقتضاد اولا ديك الكونتورنومون اللي كيعملوا الطوموبيلات حتى تما باش يجي، ولا كان السكه الحديديه غيمشي من المغوغه القديمه حتى طنجيتك حتى عين داليا اولا طنجيتك، وعيساهم كذلك حتى اليوم في المستشفى محمد السادس اللي جامعي اللي اليوم حتى هو قريب عنده. فغيت يعني اليوم في الدراسه كنا كنشوفوا غير الشوفه ديال المنطقه الصناعيه، ولكن اليوم الحمد لله شفنا حتى علاش ما تمشيش حتى تقريبا الكروازمون اللي كاين مع المدخل ديال المدينه ديال طنجه، واللي بغينا هذه ان شاء الله تكون بحال واحد التسهيله اوموا واحد تنفيسات واحد 30% ولا ما يفوق ديال 30% اللي غتنفس يعني الحركيه في الاقليم. هذا لا يعني بان هناك خص مجهودات داخل المجلس الجماعي، وحنا حنا على استعداد باش نواكبوا هاد الاشكاليه ديال الاقتصاد، وخصنا اليوم نخمو في الترامواي ونخمو في شي حاجات اللي يمكن بعدو باش تقدر، حتى من هنا عندنا ان شاء الله غيكون عندنا حفل دولي واللي اليوم كنتظروه، وسيدنا عطى الانطلاق ديالو وعطى عطى عطى شكايت ولا اليوم التوجيهات ديالو باش حنا عندنا نشتغلوا على المونديال 2030. ولكن ما يمكنناش ندخلوا المونديال ومدينه مدينه طنجه اللي تختارت كمدينه اللي عاد تكون فيها هذيك ما يكونش فيها يعني هاد لا موبيليتي وتكون هاد الاقتصاد نقص منه، باش ان شاء الله كتزيد تعطينا نقاط واساسيات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.